الأمة اللي باش نستقبلها تعرفوها تونس كاملة، لأنه سنة 2009 2009 اليوم تقريبا أكثر من 13 سنة 14 سنة، وهذه الأم ما زالت تعاني إلى اليوم. قصة سونيا اللي قتلها رجلها ودفنها وزرع عليها زيتونة، أكيد الجيل اللي حضر على هذه القصة يعرف ماذا حدث وقتها في المسامح كريم واكتشاف الجريمة الكبرى والقاتل اللي كان حضر في استوديو المسامح كريم في ذاك الوقت. يتذكر أمي زهرة، الأم اللي جات باش تبلغ على فقدان سونيا، ثم بعد الفقدان توالت الأحداث وجاء زوجها ليعلن أيضا عن اختفائها، ولكن كان هو القاتل. أمي زهرة بعد 14 سنة تعود للمسامح ديما كريم. خليني نستقبلها تحت تصفيق كبير منكم انتم. مرحبا أمي زهرة، مرحبا 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 مرحبا. أمي زهرة اللي كانت تنجز في المسامح كريم اليوم تعود. طبعا اعطيوني أقوى 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 وصل التصفيق. هاي أمي زهرة، خليني نمشي لك. أمي زهرة أهلا وسهلا بك، مرحبا بك أمي زهرة. يا مرحبا يا مرحبا، ربي يخليك، ربي يفضلك أمي زهرة. ولدك أنا؟ ولدي. ولدك؟ ولدي. أه؟ ولدي لين نموت. أنا ولدك يا أمي زهرة. لين نموت أنت ولدي. ربي يخليك يا أمي زهرة. أي 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 بحذايا حتى أنا توحشتك. مرحبا بيك أمي زهرة. خليني نحكي قصة على هذه المرأة. الحادثة متاع بنتها سونيا سنة 2008. اليوم نحن 2024. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أمي زهرة تطلبني في اليوم طيلة هالسنوات هذه كل 3 مرات 4 مرات في اليوم الواحد. صحيح ولا لا أمي زهرة؟ شكون ولدك يا أمي زهرة؟ شكون شكون؟ رزوقة. رزوقة ولدك؟ رزوقة ولدك. ربي يخليك يا أمي زهرة، ربي يخليك. شو الصحة ساعة؟ طمني على صحتك. صح، هذا نار بضلعه مكسري، هذا مكسر، هذه الركبة فيها من هنا هيك مقسومة، ومن هنا ما طو هذه مش نعمل لها، مش نحوها لي الركبة هذه ونركب بلاستي. العملية ذي عملية ستة عملية ذي عملت اكسيدون. هاي ستة ملايين. ستة ملايين اكسيدون. انت ضربت الكهرباء؟ هاي قدام العيد، سبت قدام العيد الكبير. قدام العيد الكبير. أي. وعلاش توخرت العمليه لتو؟ ها نتبع فين بشوي. تبعوا في الاسيورونس؟ لا نتبع في الطبيب. في الطبيب ديما بشهرين راحه يعطيني، من نهار طحت لتو في شهرين في الثلاثه، في شهرين في الثلاثه كو. امي زهره. نعم. الناس تعرفك اللي انت ام سونيا المرحومه؟ اه الناس يعرفوك اللي انت ام سونيا المرحومه؟ دم دخلت تعرفوني. كل عرفوك العمليه؟ الناس كل تعرفني. الناس تتعاطف معاكم يا زهرة؟ الناس هذيك حاجة ما عادش تعودها. يشكروك كهو. أكاو. أكاو. أنت كيفاش تعيش تو أمي زهرة بعد تقريبا 14؟ هذوك هم 15 سنة. اللي جيت كيفاش تعيش هم؟ اللي جيت وقلت لك عليهم هذوك هم 220، هذوك هم ال 20 ما تكلمت عليها أنت ردوها. كي جيتني غادي لداري. أي. تكلمت عليها أنت ال 20 قلت كيفاش ينحوها، ردوها ال 20. رجعوا لك الشهريه ذيك معناتها البسيطه 220. 200. اولاد سونيا مازالوا معاك مرحومه؟ لاباس عليهم. معك انت تو يعيش؟ لا وين وين لاباس عليهم. قداش الصغير اللي انا نعرفه صغير وقتها قداش عمره تو؟ 19 عام. والكبير قداش عمره؟ 21. 21؟ اي 21. 21. شنو تجبد امي زهره؟ يا امي زهره اش تجبدي؟ اجا هاك نجيب حذاك؟ شكون يجي؟ نجيب حذاك. يجي حذاك. اي خلينا نجيب حذاك.
خنجي اعطيوني تصفيقة كبرى لأمي زهرة، اعطيوني. إيه ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شبهم ولا خليتهم صغيرين وقت أمهم توفيت. أوه ملا التاريخ ملا ما شاء الله. وتو مربيتهم أنت؟ ما لا مشي مشو. بوهم مازال في السجن؟ ما لا مشي سايب. ها؟ ما لا مشي سايب. بوهم مازال في السجن؟ مازال. أيوا خليني نرجع لبلاصتي باش نخزرك باش نجم نحاورك أكثر. هاي باهي أمي سونيا. أمك سونيا. عائلة بوهم ما يسهلوش أمي زهرة. الريح. ما يسهلوش على الأولاد. لا لا هذاك من نهار كلمة سونيا سي. سي ما فماش علاقة. حتى شيء. هما ما يسهلوش على بوهم. لا لا. طفل صغير يتهدد يقول كان نمشي للحبس تو نقتل. كيفاه؟ يقول كان نمشي للحبس الوليد الصغير. أي. يقول تو نقتل. على بوه. لا أنت ما تشجعهمش. خلاهم في نكبة. خلاهم منكوبين. اش عاجبك عبد الرزاق؟ منكوبين. أما سر أمي زهرة. كل قلنا هذا الكل قلت راهو. لا لا وقت جيتني أول مرة وأنت تلوج على سونيا غايبة 8 شهور عام. الناس اللي توقف فيا لتوا يقولوا لي كيفاش حست وأنت قلت كلمة، قلت يا عبد الرزاق اجبد لي بنتي حتى كان عظم تحت التراب. يعني كنت متأكدة اللي بنتك اللي بنتك مقتولة. قلت لك طرف شعر وعظم من عظامها. بالضبط نتذكرها الكلمة. هيك ولا لا؟ قلت لك نجيبهم وندفنهم هكا هو. وانت كنت حاسه لي يا عبد الرزاق والله العظيم مش نحدك تو النهار من اللحظه اللي تسكر فيها تليفونها عارفه بنتي ميتة راهي وعرفته هو هاي مشت لليبيا وهاي مشت لفرنسا وهاي باها وهاي عليها انت ما جاكش وقال لك اي جاني ايش قال لك عليها؟ قال لي ما قالكش عليها قال لي هربت وقتها قال لي راهي هربت اي وتجبد شعرها وتعمل قال لك ولا لا؟ اي قلت له ليش انت هذا؟ ما قلت قال لي تجبد شعرها وتمكيج قلت انت كان هي تتسلم في روحها تو انت تتبع واحد اخر واقع ولا لا؟ أما نسيتها أنت سونيا بعد 15 سنة لا لا ولا لا ولا لا سونيا لتو قدام ديما في بالك ديما في بالك قداش كنت تحبها أنت في الوقت هذاك وقداش كانت قريبة منك سونيا يا عبد الرزاق اللي يموت بحادث يهزوه ماليه يغسلوه ويدفنوه أي واللي يموت قدامك يهزوه يغسلوه ويدفنوه وربما يصبروا وينساوا بالسيف تنسى أما القضاء نتاعها ما تنساش أما اللي تموت مقتولة قضاء نتاعها ونتاع أولادها ونتاع أخواتها ونتاع العائلة كل ما ينساها حد راه ينساها حتى واحد ما ينساه أمي زهرة توا تعيش أنت وزوز أولاد مربيتهم أنت شكون يعاون فيك عليهم؟ ربي ما يعاونوش حتى حد ربي ما كتكلمت ما خليتش من جهدك عاد كلموا حقوق المرأة هاهم ها اي كلموني اي خلي هاديك النهار كي جيت علقوها لي ثمك راك ما نحياش اي قالوا لي راهو الدوسي نتاع امي زهره فرحوا بيا وما خلوا ما عملوا معايا عبد الرزاق يعني انت تحب تشكرهم انت انا نشكرهم على الراس والعين وما كيفهمش حتى واحد زاد في الناس المؤسسات وعبد الرزاق عمل معاك الخايب عبد الرزاق هذاك خليه وحده هذاك انت خلي روحك وحدك اش معناتها انت وحدك متغش عليا انت وحدك متغش عليا ما تغشش على ولدي علاش نتغش عليك جريت معايا شكون يجيك ويطل عليك في الدار كان رزوق يرحم الأمامة الحكايه تو عندها 15 سنه شكون يجيك جيني كان انت ونكلموا بعضنا ولا ديما تتكلم علي ونتكلم عليك ولا ما تهزش علي التليفون باتني تري اسمع ساعات نبدا نصور يا امي زهره نبدا نصور امي زهره تطلب بالمئة مرة نقول لها يا أمي زهرة راني نصور في السهرية راني ساعات راه في ليك الحاجة راه فيك الحاجة يا ودي كلمني حاجتي بيك عندي قضية مش نقولها لك قول لي استني الساعة في عقلك عامل فيا راه أنا كل أمي زهرة أنا نقول لك مرحبا بيك يعيشك ويرحم والديك ويرحم أمينتك أنت حكيت لي على برشا حاجات تحب تحققهم في حياتك وأنا الحقيقة نحب نحقق لك كل شيء ونحاول بقدر المستطاع للتجد. انا بيدي مريت بظروف صعبه اذا فمش منشط راه يقول مريت بظروف صعبه كان انا انت كان جيت ضد برشا عباد اي انت ربي يخليك برشا مشاهدين ديما الظروف مشيئه امي زهره برشا مشاهدين هل جيل اللي قدامك من الجمهور وقت تعديت سونيا معايا في المسامح كريم كان عمرهم 10 سنين صغيرين و9 سنين وما يعرفوش القصه كما يجب يعرفوها الكبار اللي كيفنا اي انا توا باش نوريك حوصله
للي صار في الوقت ذاك، وباش الجيل الجديد يتفرج ويتذكر بارشا حاجات، وان شاء الله ربي معانا ان شاء الله ربي، ومن بعد عنا حديث. يلا نشوفوا حوصله لحادثه قتلان سونيا من طرف زوجها. تفضل. نحب نبدا معك انت، كيفاش بدات الحكايه؟ فما خلافات من قبل؟ كان فما خلافات خاطر ما يصرفش عليها، كان اللي يخدم بيه يبعثهم الدار يصرف على دارهم هكا، وهي ما يصرفش عليها. ما يصرفش. وعندهم اولاد هما؟ عندها زوز اولاد. ثمانيه اشهر سونيا مش موجوده. مش موجود. اخر كلام بينك وبينها شنو تتذكروش؟ نتذكر. اش قال؟ نتذكر اللي هي مش نجيب حذانا، نتذكر اللي هي مش مشي البحر، نتذكر. وين اللي كانوا عز الحبايب؟ راحوا وخانوا وخانوا قلبي اللي دايب، فكوا عيوني اللي كانوا عيوني، فكوا عيوني اللي كانوا عيوني. سونيا من 12 جوان اخر مكالمة هاتفية بينها وبين اخت على اساس انها ستعود لدار ابوها وامها، تعيش خلافات زوجيه، موجوده الخلافات الزوجيه بينها وبين زوجها. ومن ذلك اليوم، من اخر كلمه، رد بالك على روحك. الى يومنا هذا سونيا تفقد في ظروف غامضه الى الان. ماني جور بنتي ونبات، ماني جور بنتي وندفنها، ماني جور بنتي حتى عشت بشوية شعرها يزي ندفنها وكهو. شنو اللي خوفك انت في حالة سونيا؟ شنو اللي متخوفة منه؟ متخوفة من داخل. شنو اللي قلبك يقول لك؟ بنتي ميتة، بنتي يا ميتة، يا ميتة، يا مخبينها مسلسلينها يا دفنينها من غير ما تحاول. يقولوا ديما قلب الأم خصوصا أنه خبيرها، إحساسها هي مشيت في أسوأ الاحتمالات في تقديري. مساج ارتاح شوي مساج. مشيت في أسوأ الاحتمالات. سونيا بنتهم بحكم أنت قربت للعائلة ومشيت معاهم وجيت، أنا كل شيء في تقديرك شنو تتصور؟ أنا كل شيء نقبله، إلا حكاية مات ما نقبلهاش. نجم تكون سونيا خرجت من تونس هربت، علاش ترجحوا حكاية بنتي؟ لا بنتي ما تخرج. من خلال مجيئك للمسامح كريم، شنو تتمنى يصير صراحة؟ أتمنى بنتي وكهو، أتمنى حتى ميتة، حتى ميتة، حتى عظام. تقول إن شاء الله ترجع لي بنتي؟ نلقاش عظام نردمهم حتى فم البيت. لكن أنت توا هذيك الكاميرا، نقولوا كان سونيا تشوف فيك، شنو تقول؟ شنو تقول سونيا كان هي تتفرج فيك توا وهي موجودة؟ إن شاء الله كانت تتفرج فيا، إن شاء الله بنيتي تكلمني الأخرى حتى بالتليفون راضية. هذه الدموع تتحول إلى دموع فرح إن شاء الله من خلال المسامح كريم، من خلال هذا الربط، ربط الصلة في المسامح كريم. إن شاء الله يا ربي تعود هذه الأم، تعود أم زوز أولاد، تعود إلى أمها أيضا خالتي زهرة اللي تشوفوا في حالتها. إن شاء الله يا ربي خلي الأمل خالتي زهرة، خالتي زهرة يعيش يهديك، حط ربي في بالك، خلي الامل الموجود. 8 شهور اللي حاطها، 8 شهور تعداو ما همش برشا. اذا كما شفتوا هذا ملخص من الحصة اللي بثتها قناة حنا بعل من المسامح كريم قبل أيام. شفتوا الأم الملتاعة، شفتوا الإبنة، شفتوا اللي هما ربما فقدان بنتهم يراوا أنه أو خايفين بالأحرى أنه الفقدان هذا مش مجرد وقت، مش مجرد 8 أشهر. الأم كان إحساسها كبير وكبير جدا أنه بنتها ربما تكون توفيت. في الأثناء هذاك بعد البث مباشرة اتصل بنا زوج سونيا العجيلي المفقودة وقال راهو عندي حقائق
وقال سونيا ربما تكون غادرت أرض الوطن، يقول صحيح أنه هناك خلافات، يقول صحيح أنه هناك اختلاف مع عائلتها، ولكن راني أنا ما عملت حتى شيء. يقول اللي هو ربما بين ظفرين بريء من فقدانها. عمل نداء كما شفتوه، أكيد شفتوه تتذكروه، واجه الكاميرا هذه هي بيدها وهو قاعد في بلاصتي هنا، قال لها يا سونيا كان تسمع فيا، أنا راني نحبك، أنا ما زلت نحبك، ارجع لأولادك وارجع لراجلك والخلافات الكل نحيهم. نحبكم تثبتوا مليح، ثبتوا مليح في هذا الملخص للحصة الثانية، ثم هناك حديث آخر. أنا أستقبل مباشرة زوج المفقودة سونيا العجيري في بلاتوها المسامح كريم. آه يا دنيا حرايا كل شيء فيها كده، دنيا من غير مشاعر بنحس فيها بغربة. نحن ديما نقولوا ديما 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 إن شاء الله فما خير. سونيا تنجم ترجع لدارها وترجع لاولادها، وانت وياها ترجعوا كيما كنت، والثمانيه شهور هذوما ما عند ما تنساهم، والاخطاء والاغلاط والكل والعرك والمشاكل الكل نرجعها، ورجعها في الاستوديو ونعمل لها بوبليسيتي كيما كاين في الاستوديو اللي هي موجود، ورجعت لدارها ونقبلها. امي زهره، صور تقريبا 15 سنه شفناه كيفاش تخلوا 14 عام. 14 عام ما نسيتش التاريخ. أنا حتى يكلمني حد نقول له ماذاك عشرتي 14 عام. علي أنا؟ أي 14 عام. أي ياك كلمتك. مشيت سونيا قعدت لك أنا. كلمتك النهار اللي قالت لك باش تعمل لها زوز محامي. أي. وهاك اللي قالت لك أعطيني عمره. شكوني اللي قالت لك؟ المرأة ولا أنت؟ أنا ماليش. المرأة. أي. على كل. الله يرحمها سونيا، عملنا حوصلة باش الناس الجيل الجديد ربما يتذكر هذه الحادثة اللي هزت الرأي العام في تونس وخارج تونس، لأنه حتى البلدان العربية في مصر في لبنان في الكويت في العربية السعودية الكل حكاو، الجرائد والتلفز الكل حكاو على القصة دي. تو قاعدة قضيتها تمشي. يلا أما أنا عندي ضيف، عندي ضيف ليك ريتش يا أمي زهرة، عندي ضيف ليك، قل لي طلعوا شكونك هاو باش تشوفوا توا، تقول لي شكون وليدي ما ندريش هاني باش نوريك.